هذا سائل يقول: ما توجيه شفاعة نوح عليه السلام لابنه الكافر وشفاعة إبراهيم عليه السلام؟ ما شفع نوح بابنه الكافر، طلب ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لأن الله وعده أن ينجيه وأهله، فالله رد عليه وقال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ليس من أهلك يعني الناجين، إنما الله نجى أهله الصالحين، أما هذا مشرك. نعم.